مشاهدينا الكرام، وهذه انتقالة إلى وقاع خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني المطهر في كربلاء، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي رفع السماء فبناها وبسط الأرض ودحاها وأثبتها بالجبال فأرساها وجعل الجنة ثواب المتقين والنار عقاب الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل عليه صلاة دائمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته المظلومة المهضومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على ولديها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على السيد السند والكهف المعتمد، أمل المؤمنين وغاية العارفين، القمر الزاهر، البدر الباهر، حجتك على خلقك وأمينك على كتابك، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيها الأخوة الأخوات، نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف الأشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. في أوقات المحن والشدائد تمس الحاجة إلى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك إلا مع استعداد جميع الأطراف للتخلي ولو عن جزء من مصالحهم الذاتية وترجيح المصالح العامة عليها. إن التعامل بأسلوب المغالبة من قبل الأطراف المختلفة التي يملك كل منها جانباً من القوة والنفوذ والإمكانات، ومحاولة كل منهم فرض رؤيته على الباقين، سيؤدي إلى استحكام الأزمة واستعصائها على الحل، وبالتالي
ربما يخرج الجميع منها خاسرين، وتكون الخسارة الأكبر من نصيب البلد وعامة الناس الذين ليس لهم دخل في الصراعات الداخلية، ولا يعنيهم أمرها بمقدار ما يهمهم أمن بلدهم واستقراره والمحافظة على استقلاله وسيادته وتوفير حياة حرة كريمة لهم ولأولادهم. إنما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات، هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة. والمطلوب من الجميع أن يفكروا مليا فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتم وضع حد لها بسبب الإصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها. إن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه. إن شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية وترجمت هذا الشعور إلى مواقف مؤثرة في وضع حل للأزمة الحالية بالاستجابة لمتطلبات الإصلاح وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها، يشكل المخرج الصحيح من هذه الأزمة لو أريد إنهاؤها بنتيجة مقبولة بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء هذا البلد في مختلف الجبهات والساحات. كفى الشعب ما عاناه من حروب ومحن وشدائد على مختلف الأصعد طوال عقود من الزمن في ظل الأنظمة السابقة وحتى النظام الراهن. فلترتقي الأطراف المعنية إلى مستوى المسؤولية الوطنية، ولا يضيعوا فرصة التوصل إلى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما حلم به الآباء ولم يتحقق للأبناء إلى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه، يحكمه أبناؤه، ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه إلى إرادة الشعب ويكون حكماً رشيداً يعمل لخدمة جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية،
ويوفر لهم العيش الكريم والحياة السعيدة في عز وأمان. وهل هذا كثير على هذا البلد العزيز مع ما يمتلكه من عقول نيرة وإمكانات هائلة؟ نسأل الله تعالى أن يسدد الجميع ويمنحهم التوفيق للسير في هذا الطريق، إنه أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، أبرز ما جاء في الخطبة السياسية على لسان المتحدث باسم المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي. جاء فيها أولا: في أوقات المحن والشدائد لا يتحقق ذلك إلا بالتخلي عن مصالحهم الشخصية، وإن التعامل بأسلوب المغالبة ومحالة كل فرضية رؤية عن الباقين سيؤدي إلى استحكام الأزمة ويخرج الجميع خاسرين. وكذلك تحدثت المرجعية العليا إن وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات متكررة للسيادة العراقية وضعف للسلطات لحماية اللي هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة، والمطلوب جميعا أن تفكر الحكومة ماليا في الخروج من هذه الأزمة، وإنه من المتوقع أن المشاكل الأمنية والسياسية والاجتماعية وكذلك المشاكل الاقتصادية يمنح الجميع لمزيد من التدخل وتحقيق مطامعهم، والتأكيد على الإصلاح والخروج بنتيجة لربما تكون مقبولة، وهذا لربما هو موجود. وكفى الشعب معاناه من محن لعقود من الزمن، وعدم تضييع الفرصة أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه، ولا دور للغرباء ويستند إلى الشعب العراقي. هذا أبرز ما جاء في الخطبة السياسية لصلاة الجمعة لهذا اليوم من الصحن الحسيني المطهري في كربلاء.